موضوع الانجينيرنج هيدرولوجي هو موضوع الران اوف. موضوع الران اوف اذا جينا نحكي بس نعطي رجع الصوره اللي كنا حكيناها سابقا او بلشنا فيها سابقا على موضوع الووتر سايكل. يمكن احنا بلشنا انه دائما الووتر سايكل ببلش من خلال البريسيبيتيشن، وجزء من المي اللي بصيرها بريسيبيتيشن جزء منها بصير له انفلتريشن، والانفلتريشن هاي اذا انا جيت اطلع هنا راح يصير له بيركوليشن للصويل، ومن ثم ممكن ينزل على الخزان الجوفي. جزء منه ممكن يصير له انترسبشن لصل زي اللي بيناها المحاضرات الماضيه، واللي ممكن لاحقا يصير لها ايفابوريشن او ترانسبيريشن، وجزء منها ممكن يصير له ديبريشن ستورج، وجزء منها ممكن يصير له عمليه دايركت ران اوف وينزل للخزان، ينزل يجري في البرك في الانهار وما شابه. الجزء اللي احنا بدنا نشوفه هنا كالتالي، احنا بنشوف لما احنا بنعمل عمليه فلو ميجرمنت في المجاري المائيه بنقيس كميه الفلو اللي ماشي في المجرى المائي هاي، لكن وين مصدرها او من وين مصدرها؟ مش بالضروره ان يكون مصدرها كله جاي من الدايركت ران اوف، يعني كله جاي من خلال الميه اللي نزلت على السطح ومن ثم نزلت على الخزان الجوفي، لانه هنا نزلت على السطح ومن ثم وصلت الى المجاري المائيه. لاحظوا هنا انه لو انا جيت اطلع في المستنقع هاي انه الميه اللي جاي عليه جاي من وين؟ في جزء منه جاي من خلال الدايركت ران اوف. في جزء اطلعوا معي هنا على سبيل المثال، لما انا المي بصلها انفلتريشن، انفلتريشن هذه المي المفروض انها تنزل وين؟ على الخزان الجوفي. طبقات التربه عندي ما كلهاش ساند ولا جرافل والمي بتجي مباشره. لو المي هذه قابلت طبقه هنا، طبقه غير منفذه، والطبقه هذه مش عدله، شو راح تعمل؟ راح المي هذه لما تصل لهنا راح تمشي على سطح الطبقه، ومن ثم ايش ممكن تعمل؟ في لحظة معينة تندفع تجري في المجرى هذا. هل هذه اجت من خلال الدايركت ران اوف؟ لا، مش من خلال الدايركت ران اوف. كمان عندي جزء من المي ممكن يكون انه وصل الخزان الجوفي، لكن منسوب الووتر في الخزان الجوفي اعلى من منسوب سطح المي في المستنقع المائي. راح نلاقي ايش راح يصير عندي؟ انه جزء من المي في الخزان الجوفي عملها بتصب وين؟ بتصب في المجرى المائي. طب انا لما بعمل عمليه فلو ميجرمنت، انا بعمل فلو ميجرمنت كميه المي الماشي في المجرى المائي هاي. طب قديش منها رن اوف؟ قديش منها اجى من خلال الخزان الجوفي؟ قديش اجى من خلال الاندايركت رن اوف؟ هذه كميات احنا ما بنعرفهاش لما بنعمل عمليه الفلو ميجرمنت الموجوده عندي. من هنا بدنا نشوف انه هذه الكومبوننتس كيف ممكن كل واحدة منهم نحددها قديش، على اساس في الاخر اعرف اللي اجى على المجرى المائي من الرن اوف بالاساس اللي اجى من البريسيبيتيشن قديش. طبعا يمكن للوهلة الاولى حدا يسال يقول طب شو بهمك يعني؟ انا بهمني في الاخر قديش في مية في المجرى المائي، هي جايه من هنا، هي جايه من هناك، هي جايه من هنا، شو يعني؟ في الاخر ما هي كميات مي وماشي في المجرى المائي. بتعرفوا انه من احد الاسباب اللي بتدفع للعمليه هاي انه احنا بنعرف انه المجاري المائيه ما هياش مقتصره جغرافيا. يعني انا عندي مثلا مجرى زي مجرى نهر النيل. مجرى نهر النيل بيمتد بين دول ولا مش هيك؟ طب الدول الشريكه في المياه اللي بتيجي من البريسيبيتيشن ولا الشريكه في المياه اللي بتيجي من خلال الخزان الجوفي؟ لا. لا يعني اليوم انا نهر النيل اللي بتجري فيه ميه، طب مش بقولوا بيعملوا معاهدات واتفاقات على كل واحد قديش حصته؟ طب حصته من خلال ايش؟ طب المياه الجاريه هذه، طب جزء منها من الخزان الجوفي تاع البلد. كيف ما لهمش دعوه؟ بدهم يتقاسموا في الاخر، ما احنا بنتقاسم، نتقاسم ايش؟ الميه، اي ميه؟ طيب الحين انا اجي اقيس الفلو اللي ماشي في المجرى المائي تاع مصر. طب ما جزء منه جاي من الخزان الجوفي تاع مصر. احنا بنتشارك في ايش؟ الميه الجاريه. لا، هنا بتيجي انه
الشراكة هنا مرتبطة بأنه المية اللي احنا في شركة فيها. طب ما هو بس مية الخزان الجوفي، الخزان الجوفي أنا اليوم مش بتشاركش أنا والأردن مثلا أو أنا ومصر في الخزانات الجوفية مثلا، ممكن يكون في نوع من الشراكات عليها، بس بتختلف عن الشراكة اللي جاية على المجرى المائي. طب المجرى المائي لو كان في جزء منه جاي من المياه الجوفية بدنا نعرفه. ما هو في شيء مجرى مائي على شيء اسمه عشرية حدودي، يعني مجرى زي نهر النيل. اه مظبوط، بس هو مش بس ما بينه وبين الأردن، منابعه من وين؟ لإسرائيل. إسرائيل تعتبر من خارج ال خارج الأصل إنه هي مش من هذا حقوق مائية فلسطينية. نعم، الحين بيجي من المناطق هذه. طب نهر الأردن مين اللي بيغذيه؟ هل التغذية بس مياه سطحية ولا التغذية مياه جوفية؟ طيب التنين. طب المياه الجوفية هذه جاية من نصيب مين؟ من الأقرب. ما بدها تيجي، ما أنا اللي بحكيه إنه لما إحنا بنعمل فلو ميجرمنت بنقيس قديش في مية ماشي في المجرى المائي، لكن قديش منها رن أوف، قديش منها جاي من خلال، يعني افترض أنه أنا باجي هنا بلاقي أنه جانب الأردن مثلا موجود فيه الصخور عامل فيه شكل زي هيك اللي بنزل انفلتريشن، بدل ما يصير انفلتريشن بروح بصب في المجرى، في حين أنه احنا في المقابل تاعنا ما فيش شيء. هل ساعتها نقول احنا مناش خاص كل اللي جاي في المجرى المائي بنتقاسمه؟ يعني هنا في، يعني في الحقوق المائية في 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 أساس للعملية. أنا بصدش إنه تقول ما هو اللي جاري في ماشي في المجرى المائي إلنا. طب ما هو ممكن تقول دولة في الأبستريم من حقها تعمل سد زي ما بدها، وهذه مية ماشية في إيش بصلك أنت مشكلتك، هذا إحنا مالنا ولا مش شيء. طب ما هي بتقسم المجرى المائي سواء كان في الأبستريم ولا في الداون ستريم، وحتى اللي كان في الابستريم ما عوش حقوق انه يحجز المي الا بحدود معينه. طب باي كميات يحجز؟ ما هو بده يحجز وين حقه. طب كيف تفصل حقك؟ من خلال انه هذه مصادر متنوعه المصادر. من هنا بتيجي انه مفهوم انه البجري في المجرى المائي ما هوش كله عباره عن غنوف، ومن هنا بلزم انه نعمل عمليه تحديد لكل واحدة من هذه الكميات كيف. طيب انت بتقول لي انه الرن اوف اجزاء منه بتيجي نورمالي ابلايز تو فلو اوفر ا سيرفيس. في عندنا الاوفر فلو لاند، وهسه خليني ابين هذه الشغلات بشكل يعني اسف. انه اشكال او الرن اوف، اجزاء الرن اوف، رن اوف نورمالي ابلايز تو فلو اوفر ا سيرفيس، يعني الرن اوف دائما هو بيجي من خلال السيرفيس. اوفر لاند فلو اللي هو از ذا سيرفيس رن اوف فروم تراكس اند اوف لاند اور شيت فلو بيفور ات ريتشز ا ديفايند شانل، يعني قبل ما يوصل الشانل ممكن يكون ماشي خلال التربه زي ما شفنا اطوي طبقه خلال التربه، طبقه غير منفذه، الميه وقفت عليها ومن ثم مشت خلال التربة وبعدين وصلت لوين؟ للخزان الجوفي. الستيم فلو از يوز تو ديسكرايب ذا درينج افتر ات ريتشز ا ديفايند شانل، يعني احيانا انا بحسب الستيم فلو لما بصل لعند وضع معين. ما هي الميه هذه الماشي في المين شانل، ما هي اجت في الاخر من قنوات، والقنوات اجت من سب شانلز ولا مش هيك؟ يعني انا في الاخر لما بقول مجرى هو الميه بس جاي من في المجرى لوحده، ما هي ترعى راي المصريين ومن ترعى لترعى ومن شنل لشنل لحد ما وصلت لوين؟ للخزان الجوفي. اذا عمليه انه كميه التجميع للرن اوف هذه بتبدا في الكاتشمنت اريا من قنوات صغيره لاكبر 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 لحد ما تصير المجرى المائي الاساسي اللي عمالك تحكي عنه هو المجرى المائي. طبعا هذا بوحينا انه لما انا بحكي نهر النيل، منابع نهر النيل مثلا ما هي عباره عن كاتمنت ارياز ولا مش هيك؟ طيب احنا اخذنا بعض مصطلحات احيانا بسميها الدرينج بيزن. الدرينج بيزن بمعنى الحوض التصيف لهذا المجرى اللي بيجيب له كميات الميه اللي احنا في لحظات سميناها الكاتشمنت اريا، وقلنا الكاتشمنت اريا ممكن تكون عباره عن مجموعه سب كاتشمنت ارياز ولا مش هيك؟
بعتقد أنا في أول محاضرات تحدثنا عن هذه، فمن هنا ممكن أسميها الووتر شيد، يعني بمعنى منطقة تجميع المياه، أو أحيانا ممكن تكون بير كاتشمنت أريا. من هنا هذه المصطلحات defined by the total area contributing to a specific point. في أي لحظة أنا بقول طب النقطة هذه كل المنطقة اللي بتغذيها هي عبارة عن الكاتشمنت أريا أو السب كاتشمنت أريا لهذه المنطقة. This point varies with the objective of the project. أحيانا أنا ممكن أعتبر الشانل هذه الكاتشمنت أريا اللي بتغذيها، لكن أنا ممكن تكون أكثر من شانل بتجيب عندي. طب النقطة التجميع الأخيرة بتجمع أكثر من صب بيزن، على أساس أن أقول هذا هو البيزن اللي ممكن يكون صب بيزن لمنطقة أكبر. الصب بيزن يعني مجموعة من الشانل؟ لا، بكون أقل، الصب أقل من الشانل. يعني الفرع مثلا هذا زي ما تحكي زميلتك صب بيزن وهذا صب بيزن، في لحظة معينة بقول إنه هذه كل الكاتشمنت أريا هي البيزن للنقطة هذه. إذا أنا بمشي في الداون ستيب شوية بس عندي منطقة أكبر كونتربيوتنج، طب هذه عبارة عن أجزاء. من هنا طب لو جيت تحكي على الكومبوننتس للستيم فلو، قبل ما أحكي على الكومبوننتس هنا عمالي بس بدي أبينها بالشكل التالي. هان في عندنا أجزاء بتيجي زي ما حكينا من الأوفر لاند فلو اللي جاي من خلال وين؟ السطح بشكل مباشر، وفي عندنا اللي جاي من خلال الانتر فلو. لما المي بتيجي بتلاقي منطقة غير منفذة بتمشي على السطح وبتعدي وبتصل لوين؟ للمجرى المائي. في جزء ممكن يجي من خلال الجراوند فلو، وهذا اللي احنا عادة بنسميه بيز فلو. وهنا اللي بدي نعرفه هو مصطلح البيز فلو. دائما البيز فلو هي الكميات اللي بتيجي من بتجي على السطح بكون الكونتربيوشن تاعها جاي من خلال الجراوند ووتر. وهذا اللي كثير بنشوفه لما بيجي بقول لي طيب احنا بتمشي نهر النيل المي بتمشي فيه طول السنه، طب نهر النيل من امتى بتجي له تغذيه؟ في الصيف مثلا. طب في الصيف في امطار، طيب فترات الفيش في امطار، المي جاي من وين؟ من وين بتجي المي في النيل؟ بالمراميع الموجوده ماشي، بس هذه ما كلها المية هذه في النيل الأزرق. طب اجت له بنقول في فترة معينة تيجي من الأمطار، طب وباقي السنة فيش أمطار، إذا عبارة عن بيز فلو. نعم، فمن هنا الستيم فلو في أكثر من كومبوننت بالصف فيها. أول كومبوننت دايركت بريسيبيتيشن. إيش يعني دايركت بريسيبيتيشن؟ هو المجرى المائي مش عبارة عن مساحة، المي بتنزل فيه مباشرة، وهذا اللي احنا بنسميه دايركت بريسيبيتيشن. طبعا هذا بشكل جزء بسيط جدا، يعني قد ايش المساحة الشنل من الكاتشمنت اريا. يعني على سبيل المثال لو انا قلت انه مدينة غزة المي بتتجمع فيها في بركة الشيخ رضوان، طب المي في بركة الشيخ رضوان مثلا جزء منها جاي من المطر اللي بينزل على البركة مباشرة، بس هذا قديش بيشكل؟ يعني قديش مساحة البركة بتشكل من مساحة مدينة غزة؟ لكن كومبوننت هذا جزء بنسميه احنا دايركت بريسيبيتيشن. الاوفر فلو لاند هو الكمية اللي جاي من خلال الجريان السطحي مباشرة، اللي هو الكميات اللي لما بتنزل البريسيبيتيشن اول ايش جزء من المي بصل له انفلتريشن او ستورج اللي احنا سميناه ديبريشن ستورج. طبعا اذا بتزيد كميه البريسيبيتيشن عن الكميات هذه بتبدا المي ايش؟ تجي على السطح. هذه الكميات احنا بنسميها اوفر فلو لاند. اوفر لاند فلو او اوفر فلو لاند، يعني ممكن اسميها بال نعم اوفر فلو لاند فلو، اللي هو اللي عباره عن الجريان اللي ماشي على السطح بشكل مباشر. الانتر فلو هو الكميات اللي بتيجي بصير له انفلتريشن، لكن في طبقات التربه بتمنع انه يستمر، فمن ثم بياخذ الشكل هذا زي الانتر فلو. الجزء الثالث هو عباره او الجزء الرابع هو البيز فلو اللي كونتريبيوتنج تو ذا ستيم فلو فروم جراوند ووتر.
وهدول الاربع كومبوننت ببينهم الشكل التالي. اذا عندي دايركت فلو معناته الميه دايركت، بتبدأ هي الميه اللي جايه مباشره، الاوفرلاند فلو اللي ماشي على السطح، الانتر فلو اللي بينزل بصير له انفلتريشن بعديها بيصطدم بطبقات غير منفذه بعدي هنا، البيز فلو هو الووتر اللي نتيجه الكونتريبيوشن للجراوند فلو. في عندنا هنا اللي بهمنا، طيب انا لما بعمل وبقيس الفلو اللي ماشي في المجرى المائي خلال الزمن، مش احنا تعودنا انه بتقول لي لما انت بتعمل فلو ميجرمنت خلال زمن معين ممكن تيجي على المجرى المائي وترسم علاقه الفلو الكيو مع التايم، الكيو مع التايم، وهذه الكيو مع التايم فاريبل بتزيد بتنقص وما شابه، هذه احنا بنسميها هيدروغراف. نعم، فالهيدروغراف هو الستيم فلو ان تيرمز اوف ديشارج فيرسس تايم، يعني علاقة الفلو مع الزمن هي اللي احنا بنسميها الهيدروغراف. طبعا بالنهاية الهيدروغراف بيعني لي قديش الكيو اللي ماشي، قديش الفلو اللي ماشي في المجرى المائي. هنا الفلو اللي ماشي في المجرى المائي ممكن يكون واحد او اكثر من هذه الكومبوننت، سيرفس اون اوف او انتر فلو او بيز فلو او دايركت بريسيبيتيشن. طبعا ممكن يكونوا الاربعه في لحظه، ممكن يكون واحد او اثنين او ثلاثه منهم في لحظه معينه، لكن بغض النظر هذول ايش هم، الفلو مع التايم هو اللي انا بعبر عنه دائما بمفهوم الهيدروغراف. والهيدروغراف مصطلح بالنسبه لنا فيري فيري امبورتنت في الهيدرولوجي. احنا لما بنيجي على سبيل المثال بتقولي عندنا كاتشمنت اريا معينه، والكاتشمنت اريا هاي انا بدي اصمم فيها شبكه صرف صح، شبكه امطار. مش احنا بنعتبر الشوارع هي اللي المي بدها تمشي فيها بعدين تجمع هنا بعدين تطلع اكبر، ولا لا؟ الحين لما انا اجي اصمم الخط هذا مش بتحسب الفلو اللي ماشي فيه؟ مش الفلو هو عباره عن كميه الفلو اللي جاي من الكاتشمنت اريا اللي بتصب على الخط هذا او على الشارع هذا؟ طيب انا لما بصمم مش انا بقول على سبيل المثال انه لو دزت ستور على المنطقه والستورم هاي الها انتنسيتي معين وبتمشي خلال وبتيجي خلال فتره معينه، ولا لا؟ مش هيك؟ مش اي ستورم اي بريسيبيتيشن بينزل خلال زمن معين بانتنسيتي معينه. طيب لو جيت هنا اشوف كميات المي اللي بتتجمع مع الزمن، في البدايه قديش بتكون كميه الميه؟ زيرو، ولا لا؟ فيش ولا كميه ميه. بتبدا كميه الميه مالها تزيد لحد ما تقف الستور، تخلص البريسيبيتيشن، بعدين شو بصير في الميه؟ بتقل شوي شوي لحد ما انها ترجع ايش؟ ترجع للزيرو. احنا مش بنقول بدنا نصرف الميه هاي؟ هذه النقطه عن ايش بتعبر؟ مش بتعبر عن اعلى كيو، ولا لا؟ فلو بدي اصمم، اذا انا رسمت العلاقه هذه معناته انا بدي اصمم الخط يتحمل البيك هذه، لانه اذا بقدر يتحمل البيك هذه معناته اي فلو ثاني بيتحمل لون اقل منها. هذه العلاقه هي اللي احنا بنسميها الهيدروغراف. نعم. طيب ما هو السؤال كالتالي، انت لما بتصممي شبكه مياه مش صممتوا شبكات مياه في الهيدروليك؟ هاي يكون عندكم الصمم، هاي الناس فيكم خالصين. لما بتصمم شبكه بتصميها انت للمينيموم فلو ولا بتصميها للبيك؟ لانك بدك الناس تستص الشبكه تقدر توصل الكميات هذه في لحظه مين؟
البيت، الناس بتتسلك على الاقل ماشي، اذا نحن في السيف سايد ولا مش هيك؟ انت لما بتصمم المبنى مش بتحسبي اكبر ماكسيمم لود عليه وبتصمميه على هذا اللود ولا مش هيك؟ انا لما بدي اصمم الباي بدي بصممها لاعلى فلو بدي يجي عليها، وان كان بدي يجي 0.5% من السنه، بس ما لازم تتحمل الكميات هذه ولا مش هيك؟ اذا انا صممتها لفلو اقل، معناته لما يجي الفلو هذا شو بده يصير في الباي؟ مش رح تقدر تصرف الكميات، هذا رح يصير فلات في اللحظه هذه ولا مش هيك؟ احنا انا ما حكيتش هالحكي، انا بقول انه لاي ستور في بيك. هسا انت لاي ستور بدك تصممي بدك تحسبي البيك اللي لهذه الستور. بس انا مش في صدد الموضوع هذا، انا بس بصدد ابين انه اي ستور بتنزل خلال ديوريشن معين، اذا هذه الستور بتعطي ران اوف، لو انا جيت عند نقطه التجميع وشفت حسبت الكيو مع التايم، راح الاقيه ياخذ شكل مشابه للشكل هذا. هذا الشكل هو اللي احنا بنسميه الهيدروغراف. فانا بهمني اني افهم حاليا الهيدروغراف، لاحقا راح نشوف كيف نرسم هيدروغراف لاي ستورم معينه. بس هذا الهيدروغراف، ما هو انا لما برسم بقيس الفلو في المجرى المائي بحسبه مع الزمن، مش هو عباره عن الهيدروغراف في هذا المجرى المائي؟ طبعا ممكن يكون جزء منه سيرفس ان اوف، ممكن يكون منه جزء انتر فلو، ممكن يكون جزء منه بيز فلو، ممكن يكون جزء منه دايركت بريسيبيتيشن. طبعا الدايركت ان اوف اللي عباره عن انه كل الستيم كل اول الموتشر ذات ريتش ذا ستيم شانل وذاوت فيرست انترينج زون اوف ساتوريشن اوف لاند فلو، هنا بيساوي الانتر فلو. بمعنى انه الدايركت ران اوف انه كل الكميات اللي مالها بتمشي على السطح بدون ما انها تدخل لحاله، انها تدخل جوات طبقات التربه. طبعا معناته هنا انا في عندي فلو اما انه يجي من على السطح، واما انه يجي من خلال مين؟ من خلال البيز فلو. عشان هيك انا بالنسبه لي دائما الستيم فلو بيساوي تو مين كومبوننتس، الدايركت تان اوف اللي بيجي عن السطح، واللي بيجي من وين؟ بيجي من البيز فلو. هسا هل كل المجاري المائيه لو جيت ارسم لها الهيدروغراف بكون له نفس الشكل؟ لا. عندنا هنا ثلاث اشكال، بس قبل ما احكي عنهم، في عندنا مصطلح احنا بنسميه الووتر يير، السنه المائيه. شو يعني السنه المائيه؟ احنا بنعرف الكالندر يير، وبنقول الكالندر يير التقويم الطبيعي اللي بيبدا من 1/1 ل 31/12، ذيس از كالندر يير ولا مش هيك؟ في عندنا الاكاديميك يير، السنه الاكاديميه. انت بتقول الاكاديميك يير عندك بتبدا 1/9 ل 31/8 السنه اللي بعديها، هي الير يير 12 شهر. لكن انا الكالندر بعدها من 1/1 ل 31/12، الاكاديميك بعدها من 1/9 ل 31/8. هسا على الووتر يير شو بنحاول نعمل؟ لانه الامطار ما بتجيش خلال السنة، بتيجي مثلا احنا عندنا الامطار عندنا بتيجي امتى؟ بتبلش من شهر 10 سنة مثلا 2010 لشهر 4 2011 ولا مش هيك؟ هسا اذا انا بقول السنة المائية عندنا بحسبها مثلا من 1/8/2010 ل 31/7/2011، بتصير فترة المطر عندي كلها جاية ايش؟ بشكل مستمر خلال السنة هذه ولا مش هيك؟ لكن لو جيت احطها خلال الكالندر يير ايش راح الاقي؟ لو جيت ارسمها خلال كالندر يير تبدا من 1/1 ل 31/12، راح الاقي خلال الفترة هذه في امطار، بعدين مش امطار، بعدين ايش؟ نعم. طب هل هدول المطرتين هدول خلال سنة مطر واحدة؟ لا،
لا كده نعم. لكن لو انا رسمت الرسمه تبدا مثلا من 31/8/2010 اسف من 1/8/2010 الى 31/7/2011 هيكون بالنص بس. راح الاقي انه المطر عندي ببلش من شهر 4 من شهر 10/2010 الى شهر 4/2011 وبتلاقي هذه فتره الامطار. اذا اخذت ايش؟ سنه. نعم اخذت، لا حطيتها بشكل كونتينيوس. لكن انا بقول انه هذه السنه المائيه 2010/2011 صح ولا لا؟ فمن هنا احنا نتعود انه هنا نحسبها ونسميها سنه مائيه ونسميها ووتر يير. طبعا ممكن واحد يقول لي انا ممكن اعملها من شهر 7 لشهر 6 سنه جاي، ما عندناش مشكله، بس كل اللي بهمنا ايش؟ انه هذه الفتره تكون كونتينيوس. وهذا احنا بنسميه السنه المائيه، عشان هيك احنا بنحسب السنه المائيه من 1/1/31/12. بنحسب السنه المائيه 2009/2010/2010/2011 2008/2009 وهلما جابا، لانه انا عندي الامطار بيجي ما بين تو كالندريه. فمعناته انا بدي احسب 12 شهر لكن تبدا بهاي الطريقه. طيب لو جيت خلال العمليه هذه في عندنا ثلاث اشكال من اشكال الهيدروغراف للمجاري المائيه. في عندنا او الستريمز خليني اسميها، في عندنا نوع بنسميه البيرينيال ستريم. والبيرينيال ستريم هو الذي يعني انه الفلو في المجرى المائي موجود على مدار السنه. يعني على مدار السنه في فلو ماشي في المجرى المائي. وهذا زي مين؟ زي رهن النيل، نهر الفرات، هذول الانهار. طبعا الفكره في ايش هذا المجرى المائي؟ انه احنا بنلاقي فيه الشكل الثالث. لو جيت اخذ مقطع في المجرى المائي بلاقي عندي انه المجرى المائي هي منسوب الوتر تيبل. لما بكون في رن اوف ممكن يكون في بريسيبيتيشن، ممكن يكون هي منسوب المي في المجرى المائي ففي فلو. لما بخلص الرن اوف تنزل المنسوب. طبعا ما دام بنزل المنسوب مش رح يوصل لهنا. ليش؟ لانه ما دام في ووتر تيبل من هنا ومن هنا اذا دائما ايش؟ رح يضل في مي في المجرى المائي. في الحاله هذه مين بغذيه؟ البيز فلو. فمعناته انه لو جيت في اي فتره من السنه رح الاقي انه في المجرى المائي فلو. مش طبعا مش رح يكون ستدي. يعني الميه ثابته قيمتها بتقل لكن بتضل ايش؟ في فلو. نعم. وهذا اللي احنا بنسميه بيرينيال ستريم. لا 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 مش ستدي. نعم. وهذا الستريم از اولويز فيد فروم جراوند ووتر بيز فلو. يعني هذا دائما ايش؟ البيز فلو بغذيه، عشان هيك بخليهوش يصير المجرى فاضي جاف. في عندنا مجاري مائيه شو بصير فيها؟ المجاري المائية طبعا هنا لاحظوا انه الرسمة هنا مش ووترية، الرسمة هنا كالندرية. اللي بصير هذا اللي احنا بنسميه انترميتنت ستريم. والفكرة فيها انه هذه المجاري المائية ما بغذيهاش البيز فلو الا في فترة الشتاء. يعني لما بكون في بريسيبيتيشن بستمر الفلو خلال فترة البريسيبيتيشن. بعد ما بخلص البريسيبيتيشن الفتره شو بصير؟ بنشف المجرى المائي. فبلاقي فتره الميه فتره كونتينيوس وفتره الجفاف فتره ايش؟ كونتينيوس. يعني بلاقي فتره من السنه جاف، فتره من السنه في فلو، لكن بلاقيش خلال السنه مره جاف ومره فلو. وهذا الميزه في ايش؟ يعني ايش اللي بسبب العمليه هذه؟ انه بكون مثلا احد الاسباب انه بكون منسوب الووتر تيبل واطي لحد نسبيا. مثلا خلينا نقول هي منسوب الووتر تيبل. لما بتيجي الامطار بصير مجرى مائي هنا وبصير في مي تنزل على الووتر تيبل، فبترتفع منسوب الووتر تيبل.
لما بتخلص الستور من اليوم الووتر تيبل بعطي، قبل ما ينزل الووتر تيبل بتكون الستور من الثاني اجت، فبتحافظ على الفلو ايش؟ كونتينيوس. لما تيجي اخر ستور مع نهايه السنه المائيه بنزل بعدها مصوب الووتر تيبل وبضل نازل، معناته فيش فلو في المجرى المائي لامتى؟ لما تبدا الشتويه الجايه. وهذا الحكي بنشوفه مش بس في المجال المائية، بتسمعوا في بعض دول، حتى في عنا في بعض مناطق الجبلية عنا، في عنا بعض ينابيع، بعض ينابيع ممكن يكون الينبوع هذا مستمر طول السنة، وبعض من هذه الينابيع نعم بعد الشتاء فترة هيك أسبوع زمان أسبوعين زمان بجف لحد إيش ما تبدأ تنطر السنة الجاية، فبضل بصير الينبوع يعطي ميه لحد ما تنتهي الفتره. نعم تنحجز، لكن هذه كميات تكفيش على مدار السنه، بس كل ستورم اجت بتغذيها. بكل فلو بيجي في المجرى المائي ما بين الستورم والستورم في كميات ميه، لكن لو يصير عندي فتره جفاف طويله نسبيا بتخلص الكميات هذه. كيف؟ طبعا مش في كل المناطق، انا بحكي اكزامبلز. في عندنا بعض مجاري مائيه بالشكل التالي، بتيجي ستور تجري الميه، بتخلص الستور بتجف، بتيجي ستور ثانيه تجري الميه، وهذا اللي احنا بنسميها الان انفيميرال ستريم. طبعا هذا الحكي بيعني انه نو كونتريبيوشن فروم جراوند ووتر، فيش فيها بيزك لون. ولا بتروح على المياه الجوفيه؟ لا ممكن المي، اعطي مثال مثلا، خلينا ناخذ من الامثله هذه عندنا ايش احنا؟ في عندنا امثله منها في قطاع غزه هذه؟ لا انا انسى الويست ووتر، واد زي واد غزه. لا ما بتغذى من المياه الجوفيه، لانه المياه الجوفيه منسوبها تحت الواد، اوطى من الواد. خليني اعطي، انا عندي على سبيل المثال مطر زي واد غزه، وضعه طبيعي، انسوا قصه المياه المجال اللي فيه اليوم. واد غزه منسوب الوتر تيبل اوطى منه بحدود 2 3 متر. هي منسوب الوتر تيبل. لما بتيجي مستور بصير ظنه في بيجري الواد. بعد ما تخلص الستور بيوم يومين بجيب في الواد، هل راح يصل خزان الجوفي يغذيه؟ لا، لانه منسوب الخزان الجوفي ايش؟ اوطى منه. اذا بجيب في الواد. بعد اسبوع اسبوعين بتيجي ستورم ثانيه، بصير جريان في الواد، بتخلص الستور ما في شيء جراوند ووتر يغذي المجرى المائي بجف. هذا عباره عن حاله زي حاله الوديان لما بكون منسوب الووتر تيبل بلو البد للمجرى المائي، فساعتها هذا الخزان البيز فلو ما راح يغذيه في حاله الدراوت، في حاله الجفاف. ايش الفرق بين هذا واللي قبل؟ مش حاسه في فرق بينهم. الفرق ما بينهم انه هذه عندي انا فترات تقطع متعدده، يعني خلال السنه بيجي مي وبتقف، بتجي وبتقف، بتجي وبتقف. اللي قبله بتستمر فتره، يعني بتقعد ست شهور وبتجف ست شهور، مش بتمشي اسبوع وبتجف اسبوع، بتمشي اسبوع وبتجف اسبوع او اسبوعين. هذا موسمي، يعني هذا موسمي، بمعنى انه انا عندي كونتريبيوشن الخزان الجوفي في فتره الامطار، لكن بعد ما تنتهي الامطار الخزان الجوفي بنزل ببطل يقدر يغذي المجرى المائي. كيف؟ فترة الانقطاع مستمرة، فترة الفلو مستمرة. طبعا اذا بصير ممكن يكون موسمي، ممكن يكون لا دائم. يعني لو كان منسوب الوتر تيبل عالي، طب ما هي لما المي بدا ينزل منسوبها في المجرى المائي بصير منسوب المي في الود في في الخزان الجوفي اعلى من منسوب المي في المجرى المائي، اذا شو راح يصير عندي؟
رح يصير عند الخزان الجوفي بغذي المجرى المائي. طبعا اذا كان بغذي على طول السنه معناته انا عندي الحاله الاولى. اذا كان بغذي خلال فتره الامطار لانه في منسوب معين الحاله الثانيه. اذا هو بالاصل منسوبه تحت منسوب المجرى المائي اذا معناته المجرى المائي كل اللي بيجي عباره عن دايركت ران اوف، بخلص الجريان السطحي، بخلص الفلو اللي ماشي في المجرى المائي. هذول هم ثلاث حالات او ثلاث اشكال من اشكال الفلو اللي ممكن يكونوا في المجرى المائي. هل في ممكن يكون حاله رابعه؟ فيش امكانيه ان يكون في عندي حاله رابعه من هاي الحالات. هسا بنيجي هنا، طيب المساله اللي امامنا انه لو كان هذا هو الدشارج مع التايم، قديش من الدشارج هذا عباره عن بيز فلو، قديش من الدشارج هذا عباره عن دايركت ران اوف؟ هذا سؤال بدنا نجاوب عليه. النقطه الثانيه، لو انا جيت خلال الزمن هاي المساحه اللي تحت الكيرف بتعبر عن ايش؟ بتعبر عن الفوليوم، قديش كميه الفلو اللي اجى ولا لا؟ لو كانت الميه هاي بدها تتجمع في خزان في ريزرفوار، اذا انا بعرف الهيدروغراف هذا معناته انا ايش بالزمن؟ بعرف انه قديش الريزرفوار لازم يكون حجمه ولا لا؟ طبعا ممكن يكون عندي انه انا الريزرفوار هذا كميه التصلب خلال السنه. طب احنا بنسحب منه خلال السنه ولا بنسحبش؟ ممكن يكون نسحب. طب اذا كان عندي هذا عباره عن الهيدروغراف هذا بعبر لي عن كميه السبلاي ولا لا؟ بدون سحب. اذا عندي كمان شكل السحب، اذا بقدر احسب حجم الريزرفوار ولا بقدر احسب حجمه؟ اذا انا بيجي لي، ما هو انت بتقول على سبيل المثال احنا بدنا نعمل بركه، مش احنا مطلوب منا نعرف حجم البركه هذه؟ طب عشان اصمم حجم البركه بقدر اصمم بدون الهيدروغراف ما يكون عندي؟ بقدرش اصمم بدون الهيدروغراف ما يكون عندي. اذا انا هذه المعلومات هي اللي بتساعدني بشكل كبير مستقبلا انه لو انا بدي اعمل اي منشاه، ما هو لما بقول عملوا السد العالي، هو السد العالي في الاخر ولد بحيره ناصر وراه ولا لا؟ طب ما احنا بدنا نعرف، ما هو السد العالي في كميات سبلاي في هيدروغراف بدخل عليه بالشكل التالي، وفي جيس بتطلع كميات حسب الحاجه حسب الديماند. بناء على التو فاكتورز هذول، على التو ديتلز هذول بدي احدد حجم البركه اللي بدها تلزم عندي او حجم الريزرفوار اللي عندي. لو انا اليوم بدي اعمل شبكه مياه لمدينه غزه وبدي اصمم بركه الشيخ رضوان، طب ما هي بركه الشيخ رضوان التصميم بالنسبه لنا حجم. بالاخر بيجوا تعين المدني بصيروا بيقولوا الحجم هذا، اذا بدي يكون هيك بدنا نعمل جدران وبصيروا يصمموا باطون. مش هذا موضوعنا، موضوعنا الاساس قديش بده يكون حجم البركه. لو بدي اصمم خط صرف امطار قديش بده يكون قطره؟ كله بيرتبط بمين؟ بيرتبط اني اعرف العلاقه ما بين الدشارج وما بين التايم. طبعا واشوف لاحقا اذا هذا الدشارج جاي من اكثر من مصدر، كل مصدر منهن قديش مقداره او قديش بشكل. هذا هو مواضيعنا في هذه الجزئيات في المحاضرات الجايه. راح نشوف كيف نفصل البيز فلو عن الرن اوف، وكيف نعمل عمليه تصميم للريزرفوار بناء على كميات اللي بصلنا وبناء على الديماند اللي ممكن يكون عندنا. ماشي الحال؟ يعطيكم العافيه.